بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن حالة المسلم قبل الخروج إلى الصلاة. نعم. الأصل أن المسلم يتوضأ يتطهر في بيته، يعني لا يؤخر الوضوء إلى المسجد، هذا أفضل وأكمل. نعم. يلبس أحسن الثياب. يمشي وهو الأفضل أو يركب. يمشي لكن في سكينة ووقار، يعني لا يمشي إلى المسجد وهو يهرول أو مشمر أو يرفع الصوت بالكلام في التليفون. فإذا وصل إلى المسجد يقدم الرجل اليمنى عند الدخول، يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم اليسرى عند الخروج مع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن الرجال يتقدموا إلى الصفوف الأولى والنساء يتأخروا. المسجد بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نجعل المسجد مكان للبيع والشراء أو الحديث عن الدنيا، حديث عن السياسة أو البحث عن الأشياء المفقودة، يقول فقد سيارة دراجة نارية مثلا. إذا دخلت إلى المسجد وكانت الصلاة قد أقيمت، الإمام بدأ بالصلاة، تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل مع الإمام. وإذا الصلاة لم تقم بعد تصلي تحية المسجد، السنة القبلية ذكر لهذه الصلاة سنة قبلية كصلاة الفجر مثلا. نعم.